بعد إغلاق الطرق البحرية جراء حرب روسيا على أوكرانيا، علق ما يقرب من 4.5 مليون طن من الحبوب في مواني أوكرانيا، وهذا سيؤدي إلى آثار بعيدة المدى على مستوى العالم. في إبريل هذا العام أصدرت الأمم المتحدة بياناً قالت فيه إن الحرب أدت إلى ارتفاع الأسعار العالمية للقمح والذرة والزيوت النباتية، وسجلت ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية في مارس عام 2022 وصل إلى نسبة 12.6% عن فبراير عام 2022، حين وصل بالفعل إلى أعلى مستوياته منذ عام 1990. الحرب الدائرة في أوكرانيا لم تسبب أزمة إنسانية مباشرة فحسب، بل وتمثل تهديداً للأمن الغذائي العالمي في المستقبل في شكل ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرات الإنتاجية. الحرب في أوكرانيا سببت صدمات في الأسواق الناشئة العالمية، والآن أصبح الكوكب يواجه أزمة أعمق وهي نقص الغذاء. حصة كبيرة من القمح العالمي والذرة والشعير محاصرة في روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب، في حين أن كمية أكبر من الأسمدة العالمية عالقة في روسيا وبيلاروسيا، والنتيجة هي ارتفاع أسعار الغذاء العالمي والأسمدة. ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية ارتفعت أسعار القمح بنسبة 21% والشعير بنسبة 23% وبعض الأسمدة زادت بنسبة 40%. في ذات السياق تواجه أسواق السلع الغذائية حول العالم ضغوطاً غير مسبوقة، دفعت بعض السلع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بسبب حرب أوكرانيا، مما يزيد المخاوف من إمكانية حدوث أزمة غذائية عالمية. من مصر ياسمين جبريل.